وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة. نرحب فيك دكتورة رنا، وكيف استطاع معهد الإدارة العامة أن يحقق هذا الإنجاز الدولي ليكون أول مؤسسة حكومية في الخليج العربي تحصل على الاعتمادية الدولية من قبل الاتحاد الدولي للكوتشنج؟ مساكم الله بالخير. المعهد اليوم حريص على مواكبة الرؤى والخطط الوطنية الرامية إلى جعل مملكة البحرين تحقق الصدارة الدولية في كافة علوم الإدارة العامة، كما أن استراتيجية عمل المعهد ترتكز على جعل كافة خدماته وبرامجه تتماشى مع المعايير الدولية، بما يرفع من جودتها وكفاءتها ويصب في تحقيق التطلعات الوطنية. فهذا الأمر ساعد المعهد على تحقيق هذا الإنجاز الدولي، ليكون المعهد أول مؤسسة حكومية في الخليج العربي تحصل على الاعتمادية الدولية من قبل الاتحاد الدولي للكوتشنج. نعم شيخ رنا، ما هي أبرز المزايا التي سيحصل عليها المعهد بعد حصوله على هذه الاعتمادية الدولية؟ هذه الاعتمادية الدولية حصل عليها المعهد نظر لتماشي برنامج إعداد القائد الكوتش، والذي تم تصميمه داخليا من قبل كوادر المعهد مع الاشتراطات والمعايير الدولية، وما يلبي احتياجاتنا المحلية في مملكة البحرين، واللي بدورها ساهمت بجعل هذه المعهد المؤسسة الأولى خليجيا لتحصل على هذه الاعتمادية الدولية. ومن أبرز المزايا إدراج اسم معهد الإدارة العامة في مملكة البحرين بشكل رسمي في الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للكوتشنج، كان مزود لهذا البرنامج برنامج الكوتشنج المعتمد. وهذه الاعتمادية أيضا تعزز من دور المعهد كمركز دولي معتمد لتقديم كافة خدمات الكوتشنج للقطاعين العام والخاص في مملكة البحرين. نعم سعادة الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، المدير العام لمعهد الإدارة العامة، شكرا جزيلا.